السلام عليكم مرة ثانية، بدأ تسجيل المحاضرة. اليوم جروب بي، المحاضرة الخامسة، جهاز الدايثيرمي أو أجهزة الدايثيرمي. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي، الفيزيكال ثيرابي، يستخدمه بالريهابليشن بإعادة التأهيل، يستخدمه بالبين مانجمنت بالتحكم بالألم وتقليل الألم، ويستخدمه بالفاست ريكفري والدراج فري ثيرابي اللي هي طريقة العلاج بدون أدوية. شنو كان هذا الجهاز؟ الواكس باث واكس باث. جهاز الواكس باث. جهاز الواكس باث كان ده يشتغل عن طريق شنو؟ شنو كانت وظيفته؟ العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي عن طريق شنو؟ عن طريق حمام الشمع، يعني عن طريق هي عجينة البرافين، انه نحطها على المنطقة المصابة. عن نعم طريق الحرارة راح تتوسع الأوعية الدموية، وراح يزداد ضخ الدم، راح تنتقل الغذاء وتمتص تنسحب المواد التسممات أو المواد الضارة. صح صحيح. عاشت لك. شنو اسمك؟ مشتبه أيوب. مشتبه ايوب، 125. نعم دكتور. شكرا مشتبه. مثل ما قال مشتبه، خلي بس نعطي بلس وان. مشتبه قال انه الواكس باث عباره عن جهاز بشمع، شمع البارافين. شمع البارافين يسخن الى درجه حراره معينه، نخليه على سطح الجلد او على المنطقه المصابه، وبعدها الحراره راح تزداد عندنا بهاي المنطقه، تتوسع الاوعيه الدمويه، يزداد ضخ الدم لهاي المنطقه، يزداد اعطاء الغذاء وسحب الفضلات. فاحنا ده نساعد الجسم بمعالجة نفسه، الجسم هو ده يعالج نفسه مو الواكس، بس نسرع هاي العملية. اليوم جهاز الدايثيرمي بنفس الفكرة، بس كلمة دايثيرمي تعني الحرارة الداخلية أو الحرارة المخترقة، أن الحرارة تصير داخلية بداخل جسم الإنسان. الدايثيرمي هي موجات كهرومغناطيسية اكتشفوها بال 1890 تقريبا. كان العالم تسلا، العالم المشهور باللي اخترع الالترنيت كرنت، يعني التيار المتناوب، كان ده يكتشف تردد التيار المتناوب وتأثيره على جسم الإنسان. كلنا نعرف بالترددات القليلة اللي هي الـ50 هرتز مثل تردد الوطنية. الكهرباء شنو ممكن تسوي لك بالترددات القليلة؟ الـ50 هرتز شنو اللي تسوي؟ أحد يعرف؟ أحد منتول بكهرباء وطنية؟ ما حد لازم له دقمة ونتل بيها في اليوم؟ كنا دكتور أي شو تسوي؟ نتلة خفيفة شو تسوي هاي الكهرباء اللي ترددها 50 هرتز؟ شو تسوي بجسم الإنسان؟ دكتور، زي ضربات القلب الزيت ضربات. دكتور، مثل التحفيز نعم يسوي، يعني تسوي تنقل شحنات كهربائية للجسم. دكتور شنو السؤال؟ شحنات دكتور، الكهرباء عيد السؤال دكتور إذا سمحت. الكهرباء الاي سي بالترددات القليله الـ50 هرتز شو تسوي بجسم الانسان؟ شنو تاثيرها على جسم الانسان؟ دكتور مثل التحفيز للدورة دكتور الدموية. لما تدخل الكهرباء بالجسم الانسان، يا اما اسوي تيارات دوامه، يا اما اسوي نتله كهربائيه داخل الجسم، يصير الجسم مثل الايرث، الحث مغناطيسي. طيب انت ذكرت شغلتين، ويعني واحده قريبه وواحده لا. الكهرباء الاي سي بالترددات القليله اللي المفروض اغلبكم منتولين بيها، لانه احنا دائما نلزم شغلات من النتل. الكهرباء الاي سي بتردد الـ50 هرتز، اولا تحفز العضله والعصب، فلهذا انت تشوف اللي ينتل يتشنج عضلاته وبعد ما يقدر يتحكم بعضلاته. تحفز العضله والعصب فتتقلص العضله. الشغلة الثانية اللي هي تقتل الإنسان، إنه هذا التردد يأثر على كهربائية القلب ويخربط لنا عملها لحد ما القلب يتوقف عن العمل بالترددات البسيطة. تسلا كان دا يختبر الترددات العالية شنو تأثيرها، فاكتشف شغلة مهمة. طبعا بذاك الوقت ما كانت أكو إمكانية إنه نولد ترددات عالية، كانت أكو إمكانية إنه نولد ترددات لحد معين. فاكتشف إنه كل ما زيدنا التردد،
الإنسان يقوم ما يحس بيها، ما يشعر بيها للكهرباء، بس تصير تقوم تولد حرارة، تولد حرارة بداخل جسمه. فمن ذاك الوقت بدأ اكتشاف الدايثيرمي واستخدامها وتطورها لحد الآن. الدايثيرمي مبدأها احنا نسلط موجات كهرومغناطيسية بتردد جدا عالي على جسم الإنسان، نخلي جسم الإنسان يولد حرارة من نفسه، وهاي معنى كلمة الدايثيرمي. خلينا نشوف شكل جهاز الدايثيرمي قبل لا نبدي بالشرح. أعتقد أنتم أخذتوا العملي. ايه دكتور اخذناه. جميل. هذا شكل جهاز الشورت ويف دايثيرمي. عندنا المولد مال الشورت ويف، وعندنا الاقطاب اللي توصل لنا الموجه الكهرومغناطيسيه لجسم الانسان. هاي اقطاب سعويه، اكو اقطاب حثيه، اكو مايكرويف دايثيرمي، اكو عده اشكال من الدايثيرمي. فهاي بشكل سريع شرح عن التاريخ عن الدايثيرمي واكتشافها وتاثيراتها. اكو فرق كلش كبير بالدايثيرمي عن الواكس باث. فشنو كانت مضار الواكس باث؟ من يتذكر؟ دكتور المضار مالته انه كان مثلا انه يسبب حروق احيانا. يسبب حروق احيانا، اوكي. بعد ودكتور ما يوصل للمنطقه، يعني اذا عندنا كسر بالعظم ما راح يقدر يوصل له، بس السطح الخارجي. هاي اهم فقره مجتبى، شكرا لك. اهم مشكله من مشاكل الواكس باث، طبعا الدايثيرمي ايضا تسبب حروق من مشاكلها، بس الواكس باث المشكله الاهم اللي بيه انه الواكس باث سطحي، حرارته اغلبها بالسطح، اغلبها على الجلد. الحراره راح تصير اغلبها على الجلد، وبعدها احنا عندنا طبقه من الدهون راح تضيع بالدهون، ما راح توصل الا حراره جزء بسيط من عندها للعضلات وللعظام. احنا حتى نهائيا ما توصل للعظام. في بعض الاحيان احنا نريد نسرع معالجه الكسور اللي تصير بجسم الانسان بالعظام الداخليه، فايضا يسلطون عليها حراره معينه حتى الجسم يسرع بعمليه اصلاح العظام. الدايثيرمي مهمته انه يخترق جسم الانسان ويولد الحراره من داخل جسم الانسان مو من الخارج، فالجلد ما راح يسخن، لا راح تسخن هي الطبقات الداخليه اللي احنا رايديها. فنرجع على محاضره اليوم. ثيرابيتيك دايثيرمي، الدايثيرمي العلاجي. ليش؟ لان اكو دايثيرمي يستخدمه بغير اشياء مو بس علاج. While it was recognized several thousand years ago that hot baths were therapeutic، يعني قبل آلاف السنين الإنسان يعرف أنه الحمامات الساخنة أو المياه الساخنة بالينابيع هي علاجية، وهاي أغلبكم يسمع أنه حمام ساخن للعلاج وغيرها. يقول لك مثلا حط ماء حار شوية على المنطقة أو غطس المنطقة بماء حار حتى تتعالج. هذا الشيء معروف من آلاف السنين، بس لحد 1980 it was not until the mid 1980s that the pain relieving properties of heat were somehow somewhat understood. لحد 1980 يلا قدرنا نعرف لي شلون دا يخف الالم عن طريق استخدام الحراره. Two primary therapeutic effects take place in the heated area. فقرتين او تأثيرين مهمين بالعلاج بالحرارة يصيرن بالمنطقة اللي احنا دا نعالجها. أول منطقة يصير عندنا زيادة بالميتابوليزم، تسبب لنا ريلاكسيشن بالجهاز الوعائي. الريلاكسيشن بالجهاز الوعائي هي أول فقرة من تأثيرات الحرارة، إنه احنا تتمدد الأوعية الدموية، الفازو دايليشن. الفازو دايليشن هو تمدد الأوعية الدموية. هذا التمدد يسبب لنا زيادة بتدفق الدم.
زيادة بتدفق الدم، يعني زيادة عفوا بالمغذيات اللي تدخل للجسم، وزيادة بسحب الفضلات من والسموم من الجسم. هذا التأثيرين اللي اكتشفناهم يعني الحرارة تسببهم، وعرفنا شلون تتعالج بالهوت باث وبالواكس باث وإلى آخره. هنا أنا أقول لك the physical method of producing heat، الطرق الفيزيكال الفيزيائية أو حتى ننتج حرارة بداخل جسم الإنسان هي 4 طرق. أولا الكوندكتيف هيت، كوندكتيف هيتنج. الصراحة الكوندكتيف هيتنج مو طريقة لتوليد الحرارة بداخل الجسم. الكوندكتيف هيتنج أو الحرارة بالحمل، الحرارة بالحمل هي حرارة الأوفن، حرارة الواكس إلى آخره. هاي الحرارة هي حرارة سطحية. فالكوندكتيف هيتنج هي مو طريقة من طرق توليد الحرارة داخل الجسم، فهاي الطريقة خطأ. الطريقة الثانية انفراريد راديشن هيت. الانفراريد راديشن هيت هي جهاز أيضا يستخدم بالأجهزة العلاج الطبيعي، موجود عندنا بالمختبر بس ما موجود عندنا بالملازم. هذا الجهاز ضوء عادي لونه أحمر، يعطينا إشعاع اي ار، والاي ار يسخن لنا المنطقة اي ار فيزيكال ثيرابي. خلينا نشوف صورته. اي ار فيزيكال ثيرابي، اكو مشكلة بالبرزنتيشن، مدى يحول من تاب لتاب، بدنا نتأخر. ار فيزيكال ثيرابي، هذا جهاز الاي ار، ضوء احمر يسلط على فد منطقة معينة، على الظهر، على اي منطقة عندنا نريد نسخنها. الضوء حار، يعطينا اشعاع راديشن اي ار، هذا الراديشن يعالج لنا المنطقة تقريبا هذا شكله، حتى نفسه موجود عندنا بالمختبر. اكو من عنده تقدر تشتريه عادي ضوء فيليبس عادي مال اي ار، وتشده باي جهاز وتستعمله كثيرابي كعلاج. الاي ار هيت ثيرابي نفس فكرة الواكس باث، اثنيناتهن سطحيات، اثنيناتهن حرارتهن سطحية. الاي ار شوية يخترق الجلد بس مو اختراق عميق، مليمات، فايضا هو حرارته سطحية وما توصل لنا للعظام ولا للعضلات. فالاي ار هي مو طريقة من طرق توليد الحرارة بداخل جسم الانسان، الاي ار هي طريقة توصيل الحرارة. هاي هم النقطة خطأ. النقطة الثالثة الراديو ويف، والنقطة الرابعة الالتراسونيك. النقطة الثالثة صحيحة. عفوا اكو احد حجة دكتور بلا زحمة، اكو جهاز يستخدمون بيه اللزقات مثلا اي بالظهر، ساقات كهربائية. سأل احد الطلاب عليه، هذا هو من اجهزة العلاج الطبيعي بس هذا اجهزة التحفيز الكهربائي الكتريكال ستيميليشن. هذا جهاز يعني هم للآلام يشتغل مو دكتور؟ يشتغل على الآلام بالضبط. هذا الجهاز يعطي صعقات كهربائية بسيطة تحفز العضلة والعصب وتخفف الآلام أو تسوي إعادة تأهيل للعضلات. بعض اسم الله الرحمن اللي يصير عندهم ضمور بالعضلة نتيجة سبب معين، حادث إلى آخره، شلل أو غيرها، يصير ضمور بالعضلة لما تتحرك، نعطيهم صعقة كهربائية على العضلة حتى تتحرك وتتمرن وترجع لها صحتها، او نطبق هذا الاستيميليشن على اعصاب حتى نقلل الاحساس بالالم. هو من اجهزه العلاج الطبيعي بس هو مو من اجهزه الحراره، يعني مو من اجهزه الدايثيرمي او غيرها، ما يعالج لنا بالحراره، يعالج لنا بالتحفيز الكهربائي. سالني عليه احد الطلاب بالمحاضره السابقه وكان يستعمله هو بنفسه، قال كنت استعمل ظهري كانت عندي آلام والحمد لله تحسنت شوية. من دكتور انا ذكرت اخوي امه كان ظهره كان كلش تعبان، فراح انا من الدوره من العلاج الطبيعي نعم تقريبا شهر 4 جلسات صار كلش زين.
الحمد لله الحمد لله. كيف هذا وضعكم؟ هاي فائدة أجهزة العلاج الطبيعي، تسرع لنا بعملية الشفاء. كان من الممكن أن يطول ممكن سنة، إصابة الظهر تقريبا تطول سنة، سنة ونص يلا تتعالج من نفسها. عندي إصابة في ظهري صار لها سنوات. العلاج الطبيعي الالكتريكال ستيموليشن أو غيرها تقلل من فترة العلاج وتسرع من نسب الشفاء. شكرا لك مجتبى. هنا نرجع على محاضرتنا. قلنا الكوندكتيف هيتنج خطأ، هي مو طريقة من طرق توليد الحرارة داخل الجسم. الاي ار خطأ، مو طريقة من طرق توليد الحرارة داخل الجسم. الراديو ويف اللي هو الدايثيرمي. طرق توليد الحرارة داخل الجسم ثلاثة، ماكو غيرهن لحد الآن. الشورت ويف، المايكروويف، الالتراسونيك. الشورت ويف والمايكرويف اثنيناتهن الكترومغناطيك ويف، يعني موجة كهرومغناطيسية. الالتراسونيك على العكس من هذا، الالتراسونيك هي موجة فوق الصوتية. مثل ما نعرف الموجات فوق الصوتية أو الموجات الصوتية هي موجات شنية؟ من يعرف ما هي موجة الألترا؟ موجات ميكانيكية موجات ميكانيكية. عاشت إيدك، اسمك شنو؟ مرتضى قاطع. مرتضى قاطع. 64. شكرا مرتضى. الموجات الصوتية هي موجات ميكانيكية اهتزازية تتخللها نقاط ضغط وتخلخل. هاي الموجة الميكانيكية من حين سلطها على جسم الإنسان، طبعا ما موجودة بالمحاضرة بس هي من أجهزة الدايثيرم. من انسلطها على جسم الإنسان، الموجة تحرك الجزيئات بسرعة كلش عالية، وهذا التحرك يسبب لنا حرارة بسبب الاحتكاك، ونعرف احنا الحركة تولد حرارة والحرارة تولد حركة. مرتضى قاطع بلس. نرجع للراديو ويف. يعني هنا المفروض كانت عندنا هاي، بما انه اللغة فهاي نعتبرها نقطة 1، وهاي نقطة 2، وهنا عندنا نقطة 3 اللي هي هنا شورت ويف وهنا مايكرو ويف. مايكرويف. الشورت ويف والمايكرويف والالتراسونيك هي الطرق الثلاثة لتوليد الحرارة داخل الجسم. هنا أنا راح يشرح عن الكوندكتيف ميثود. الكوندكتيف ميثود اللي هي طريقة التوصيل بالحمل الحراري أو الطريقة الحثية. is based on the physical fact that if two objects of different temperature are placed in contact, heat will transfer by conduction from the warmer object to the cooler one. لا نقدر نقول الكوندكتيف هي تعتمد على مبدأ فيزيائي أو حقيقة فيزيائية. إذا عندنا جسمين أو جزئين حرارتهم مختلفة، فالحرارة راح تنتقل من الجزء الحار إلى الجزء البارد لحد ما تتساوى حرارتهم. هذا الشيء معروف، أخذناه مثلا الهوت باث، الهوت باكس، الهيت باد، الواكس باث اللي هو هنا بارافين، هوت بارافين والى اخره. هذا الشيء تقريبا ما مطلوب لانه هو دا يحكي على الكوندكتيف هيتنج، ما دا يحكي على الدايثيرمي. هنا راح يحكي عن الابلكيشنز مال الكوندكتيف هيتنج، واثنيناتهن يعني مو مهمه بس راح نشرحها. Conductive heating is used in treating conditions such as arthritis, sprains, strain, الى اخره. يعني يقول انه الكوندكتيف هيتنج نستفاد من عندها بعلاج المفاصل والاربطه والتخشنات والى اخره. اول وحده من عندها الراديانت هيتنج الاي ار اللي شرحناه، تستخدم للحراره السطحيه. هي نفس الاحساس اللي نحسه من حراره الشمس. الشمس بها اي ار جدا عالي، الحرقه هاي اللي نحسها على جلدنا غالبا هاي من الاي ار او من اللهب، من حراره اللهب. The IR wavelength are between the wavelength مال ال IR هو من 800 إلى 40,000 نانو. هاي الموجات تخترق الجلد 3 ملي، فهي حرارتها سطحية، اختراقها مجرد 3 ملي، تزيد الحرارة السطحية إلى آخره.
التعرض المطول لهذا الاي ار راح يسبب انه براونينج اور هاردنينج ذا سكن، يعني يصير الجلد جوزي او يحترق ويتصلب الجلد. الحراره الاشعاع الراديات هيت الراديات هيتنج از جنرالي يوزد فور ذا سيم كونديشن اوف ذا كونديكتيف هيتنج، نستخدمها بنفس استخدام التوصيل الحراري. هي شويه فعاله اكثر لان هي تخترق 3 ملي، يعني الاي ار يخترق 3 ملي اكثر من الواكس. لحد هنا هو كل ده يشرح عن ال conductive and radiative heating. ذنين ثلاثة نمردهن، أو عفواً كل نمردهن ذنين. راح نبدأ نشرح من هنا. When alternating electric currents passes through the body، لما تيار متناوب يدخل للجسم، عندنا various effects، يعني تأثيرات متعددة such as heating and electric shock take place. تشوفون انتم اللي يتعرض الصعقه ايضا يصير عنده حرق، حرق بالمكان مال الصعقه، الصعقه الكهربائيه، هذه نتيجه الحراره. والالكتريك شوك الصدمه اللي تصير عنده من بسبب التردد. The amount of heat that can be transferred to the body by electrical diathermy increases as the frequency of the current increases. كل ما يزداد التردد يزداد كمية نقل الحرارة للجسم الإنسان، فلهذا إحنا نزيد الترددات. بالشورت ويف التردد جدا عالي، بالمايكرويف التردد بعد أعلى. هنا method of generating infrared، هذا مو كلش مطلوبة، إنه نخلي تنجستن واير بداخل ستيل تيوب معزول حراريا، عفوا معزول داخليا بدون ما يطخ التنجستن التيوب، وهذا الضوء العادي البلب اللي شفناه مع الاي ار، او نخلي التنجستن داخل جلاس تيوب مثل الهيتر. هاي هنا معادله عن الحراره والطاقه، هاي كلها ما مطلوبه. هذا الاكزامبل هم مطلوب لان ما له علاقه بمحاضرتنا، محاضرتنا ده تحكي عن دايثيرمي وذاك ده يحكي عن الراديات هيتنج. احنا انا راح نبدي بالمحاضره اللي هي الدايثيرمي، هذا الحكي فوق كان نص مو مفيد علينا، تقريبا عندنا 40 طالب. خلينا نتاكد من الحضور، الحضور ده يتسجل ما عندنا مشكله. جيد. The use of frequencies near 30 MHz for heating is called short wave diathermy. استخدام الترددات اللي تقريبا قرب ال 30 ميجا هرتز بتوليد الحراره تسمى بالشورت ويف دايثيرمي. فترددات الشورت ويف هي تقريبا 30 ميجا هرتز. اللونج ويف دايثيرمي بترددات 10 كيلو هرتز سابقا كانت تستخدم. قلت لكم انه سابقا بوقت تسلا صعد التردد وشاف تاثيرها على الحراره. الترددات ما كنا نقدر نوصل للميجا، كان يقدر يوصل للكيلو هرتز، 10 كيلو هرتز، 15 كيلو هرتز الى اخره. التكنولوجيا ما كانت متوفره حتى نزيد التردد. ال 10 كيلو هرتز وغيرها اللونج ويف دايثيرمي كانت موجوده وتستخدم، بس تاثيراتها اكبر على جسم الانسان فاستغنوا عنها. حاليا دا يستخدمون فقط الشورت ويف والمايكرويف. اللونج ويف او الشورت ويف، من يعرف تقريبا الشورت ويف ايش قد طول الموجه؟ اي الشورت ويف دكتور طولها من 10 الى 100 متر. الشورت ويف طولها من 10 الى 100 متر، من هذا اللي يحكي؟ مرتضى قاطع. مرتضى انت غاش الاسئله؟ لا ليش دكتور؟ ماخذينها بالسادس لان كل الموجات ايش اسمه؟ اي صحيح صحيح. ايه شباب شيء مو يعني ما اعرف الجروب اللي قبلكم سالته ما حد كان دا يجاوب. لا دكتور غلطان. اشكرك اشكرك مرتضى. حبيبي دكتور حبيبي خالد. الشورت ويف احنا نقول عليها شورت، يعني هي اسمها شورت قصيره، بس الصراحه هي من 10 الى 100 متر. يعني الموجه لو نقدر نشوفها بعيننا طولها 100 متر الموجه الواحده.
ف كانوا يسموها شورت ويف لأن هم يا دوب وصلوا لللونج ويف، فمن سووا الشورت ويف اكتشفوا انه يعني واصلين في انجاز عظيم سموها شورت ويف. حاليا عندنا المايكرويف اللي هي بترددات اعلى، وبعدها بالجيجا هرتز اللي هي الاكس راي والى اخره. فاللونج ويف دايثيرمي هاي بعد ما حد يستخدمها حاليا، هذه تردداتها تقريبا 10 كيلو هرتز، صارت ابسولوت يعني انتهى بعد ما حد يستخدمها بال 1951. A mode of diathermy that uses microwave of a frequency 2450 megahertz was introduced. المايكرويف هي تردداتها تقريبا بال 2.4 جيجا هرتز اللي هي 2400 ميجا هرتز. المايكرويف حاليا اللي كانت تستخدم بالرادار والمايكرويف اوفن. المايكرويف اللي نستخدمها في جسم الانسان هي نفس المايكرويف اللي نستخدمها بالاوفن. المايكرويف اللي بالاوفن من يعرف شلون تشتغل؟ من يعرف شلون يشتغل المايكرويف؟ مرتضى انت يرى لك بلس 2 مو بلس 1. ايه من يعرف بالموجات شلون الحرارية. الموجات الحرارية؟ من اللي يحكي مشتبه محمد رضا. مشتبه يقول بالموجات الحرارية. اكو حد عنده فكرة ثانية عن شلون يشتغل المايكرويف؟ اقول لك دكتور، هي مو الكترونات دكتور عن تتحرك طريق من ذيك تحويل الفراغ؟ الكهرباء الى موجات كهرومغناطيسية، اي صح، الموجات نحاول درجة الكهرباء. حرارة داخل الجسم. شلون؟ شلون بدك تولد هاي الحرارة داخل الجسم؟ عن طريق التيارات الدوامة. تيارات الدوامة بعد. دكتور هي مو الإلكترونات عملية تتحرك الحث فراح دكتور عن عن طريق عملية الطيف. الطيف. اي الطيف الكهرومغناطيسي راح يتحرك بالإلكترونات، راح يسوي موجات مايكروويف قصيرة الأمد لكن طاقتها عالية وتطق بالعضلة. نعم اكو بهن نوعية تلتقى بالدهون، خلي اكو بهن العضلة. خلينا نحكي على المايكرويف المنزلي، المايكرويف الموجود بأغلب بيوتنا اللي نحمي بيه صمون. ما حد صاير عنده فضول انه اي دكتور عن طريق راح هاي الموجات راح تحرك جزيئات الماء والجزيئات الأخرى الموجودة بالأطعمة، بعدين راح تصطدم ويعني تهتز، وبعدين راح تولد حرارة. شنو اسمك؟ أم البنين إبراهيم. أم البنين إبراهيم عبد الغني بلس وان. شكرا لك أم البنين، من عرفتي هالمعلومة؟ دورتها عاشتيلك عاشتيلك. وانجز. فشي كلش مهم انه من تسأل سؤال دور عليه حتى تعرف جوابه، من انت تدور عليه الجواب يظل راسخ ببالك افضل من ما واحد يعطيك هالمعلومة. يعني هاي دائما انا اسويها، من يعصر شيء، يعني من اكو شيء سؤال ببالي راس انا اروح ادور عليه حتى اعرف هاي المعلومه. اشترينا مايكرويف والفضول كتلني انه اعرف هذا شلون دا يسخن الدجاجه بس ما دا يسخن الماعون، رحت بحثت طلع لي نفس جواب ام البنين. المايكرويف موجات تهتز بتردد كلش عالي، هاي الموجات تخترق الدجاجه. الدجاجه او صمونه نحمي بيه صمونه اكثر شيء، الصمون بجزيئات مي، جزيئات المي تهتز بسرعة اهتزاز الموجة، والموجة لا تهتز 2.4 جيجا هرتز. هذا الاهتزاز يولد يعني حركة، الحركة تولد احتكاك، الاحتكاك يولد حرارة. هذا معناته انه فقط الاجزاء او فقط الاعضاء او فقط الانسجة اللي بيها مي هي اللي راح تحمى بالمايكرويف. هذا الشيء نقدر نشوفه بمايكرويف البيت، من نحط صمونه يابسه او خبزه يابسه ما بيها مي، نيبسيها صارنا يومين ثلاثه ما راح تحمى لان ماكو مي. نشوفه من نخلي الماعون، الماعون ما يحمى لان ما بي جزيئات مي. فالمايكرويف يحرك الجزيئات، جزيئات تسخن، جزيئات المي عفوا حركتها تسخن المواد. فلهذا المايكرويف بالنسبه لنا يسخن العضلات والدهون اكثر شيء لان هي بيها
نسبة مياه أكبر. شكرا أم البنين. نرجع على محاضرتنا. المايكرويف كانوا دي يستخدموها، يعني أول استخدام لها قبل التسخين كانوا يستخدموها بالرادارات، ومن الرادارات اكتشفوا بالصدفة عالم كان دي يمر بجيبه نستلة، ومر من قدام المايكرويف شاف انه النستله ذابت، فعرف انه لها تاثير حراري على جسم الانسان او على المواد بصوره عامه، وصار جهاز المايكرويف. التردد اللي نستخدمه اللي هو 2.45 ميجا هرتز او 2.4 جيجا هرتز او 2450 ميجا هرتز، هذا تردد اي اس ام باند، اندستريال ساينتفك ميديكال باند. هاي الترددات متاحة للاستخدام العام، آمنة للاستخدام على البشر. فبحثوا لقوا اكو ترددات معينة بالطيف الكهرومغناطيسي، كل واحد كل تردد له تأثير معين على الانسان. لقوا ذن الترددات آمنة نسبيا. ال 2.4 ميجا هو نفس التردد اللي نستخدمه بالنانو بالراوتر إلى آخره. خلي ناظر على بعدها، بس ندور لكم على فد ملاحظة جدا مهمة لقيناها. heat from diathermy penetrates، الحرارة من الدايثيرمي penetrates deeper. هاي المعلومة أو النقطة الأهم أو الفرق الأهم ما بينها وما بين الواكس باث، تخترق أعمق خلال الجسم. than radiant and conductive heating. It's thus useful for internal heating. لهذا هي مفيدة للinternal heating and has been used in treatment of inflammation of the skeleton. نستخدمها بالعلاج لالتهابات اللي على العظام أو التهابات الأعصاب أو إلى آخره. شورت ويف دايثيرمي، طبعا الشورت ويف والمايكرويف قلنا ثياتهن موجات كهرومغناطيسيه، لا تتصورون انه هي غير شكل موجه كهرومغناطيسيه، يعني حالها حال الضوء. الضوء ايضا موجه كهرومغناطيسيه، بس احنا نقدر نشوفه، شورت ويف ما نقدر نشوفه. كل ما يصعد التردد كل ما يقل الاختراق، كل ما يصعد التردد كل ما يقل الاختراق. هذا الشيء اللحظة احنا بالراوترات ال 2.4 جيجا هرتز يوصل ممكن لغرفتك، ال 5 جيجا هرتز ما يوصل لغرفتك. نجي على الشورت ويف دايثيرمي. الشورت ويف دايثيرمي هيتس ذا ديب تيشو اوف ذا بودي، يسخن لنا الانسجة الداخلية من جسم الانسان. It has been used in relieving muscle spasm pain، يحسن لنا او يقلل لنا من الم تقلص العضلات، تشنج العضلات والامها، الام اقراص الفقرات العنقيه والى اخره، الام الاربطه والمفاصل اللي بها امراض، التهابات المفاصل والى اخره. الحرارة الداخلية تلين لنا الأربطة، فاللي عندهم تصلب بالأربطة الحرارة هاي تلين المفصل أو تلين الأربطة وتخلينا الحركة تصير أسهل. نستخدمها بالكاحل بالألبو بالأنكل إلى آخره، بذن المفاصل جسم الإنسان بالركبة. بالشورت ويف دايثيرمي two methods are used to get the electromagnetic energy into the body. بالدايثيرمي شورت ويف هاي النقاط مهمة طلاب انتبهوا عليها. بالشورت ويف دايثيرمي عندنا طريقتين لتوصيل هاي الموجات إلى جسم الإنسان. الطريقة الأولى اللي هي الكاباسيتنس كابلينج ميثود، الطريقة الثانية الاندكتنس كابلينج ميثود. ما بين الكاباسيتنس وما بين الاندكتنس اكو فرق كبير، خلينا ندور على هذا الفرق. Types of applicators comparison of heat distribution. انتو يعني اخذتوا بالعملي، فالمفروض
أعتقد شورت دائرة. أعتقد شفتوا الكاباسيتنس، شفتوا الأقطاب الكاباسيتنس، وشفتوا أقطاب الاندكتنس. شفتوها ولا لا؟ لا دكتور كم ما شافت يعني ما حضرنا المحاضرات ب 10 بالليل مال العملي. اوكي، اسف. هي هاي الصورة، خلينا نحاول لكم عليها. تحول البرزنتيشن لو وقف. وقف وقف دكتور معكم. المشكلة ما اعرف شو هي. اي رجع البرزنتيشن. هاي الصورة، ولو هي صورة صغيرة بس يعني عسى ولعل، صورة صغيرة جدا. هاي الصورة عندنا هنا، هذا الاندكتنس كويل. الاندكتنس كويل هاي طبقات جسم الانسان، فات هذه، ماسل بون ماسل فات مرة ثانية. احنا جسم الانسان خوما 2D، احنا جسم الانسان 3D. شوية واضحة عندكم؟ انا اعرف صغيرة الصورة بس ما الاقي غيرها. واضحة لو نشوف غير شيء طلاب؟ زين دكتور احنا جاي نكبر بالتصوير. واضحة دكتور، سوي زوم، نقدر نسوي زوم للشاشة. اوكي جيد. فجسم الانسان 3D، اول طبقة عندنا جلد، بعدها تجي دهون، بعدها تجي العضلة، بعدها يجي عظم، بعدها نرجع من الجهة الثانية عضلات دهون جلد. فهنا عندنا بالاندكتنس او بالاندكتيف كويل يسخن لنا بنسبه اقل الفات وبنسبه اكبر المصل، بس ما يوصل للبون وما يعبر من الجهه الثانيه. هذا شورت ويف. احنا دنحكي، احنا قلنا الشورت ويف نوصل الجسم الانسان بطريقتين، اما اندكتيف كويل او كاباسيتر. فالاندكتيف كويل نسخن بيه العضلات اكثر شيء وبنسبه اقل الدهون. الكاباسيتنس اللي هي هاي السعويه، قطب يصير من هالجهه، هاي كاباسيتنس، قطب من هاي الجهه، قطب من هاي الجهه، قطبين يعني يحطوها على كتفك، على اي منطقه، على ذراعك الى اخره. الكاباسيتنس تسخن الدهون بنسبه اكثر، بس هي الوحيدة اللي توصل للبون، الوحيدة اللي توصل للعظم، حتى بحالة معالجة كسور العظام أو التهابات العظم. فتسخن الفات بنسبة أكبر، العضلات بنسبة أقل، بس توصل للعظام. هذا إحنا ده نحكي حاليا عن شورت ويف فقط. ذني الاثنين مختصات فقط بالشورت ويف. خلينا نروح نكمل الشورت ويف وبعدها نرجع نكمل الصورة، نحكي على المايكرويف. هسه وضح تأثير كل واحد من عدن، ليش اكو كاباسيتنس وليش اكو اندكتنس. ها طلاب، وضحت له ولا لا؟ واضح دكتور. وضحت، وضح شنو تأثير كل واحد من عدن؟ راح نجي نشوف كل طريقة شلون ده تشتغل بالكاباسيتنس. بما انه انتم ما شايفين المحاضرة مال العملي، كاباسيتر شورت ويف دايثيرمي، سنشوفكم الصورة افضل. هاي الكاباستر، قطبين ينحطن على الكتف، على الركبة، على أي مكان عندنا بمشاكل، على القدم. ذن القطبين راح يمر من خلال هالتيار من قطب إلى قطب ثاني. هذا الشيء راح يخلينا التيار يتذبذب ما بين القطبين. التذبذب مال التيار راح يخلينا طاقة كامنة، الطاقة الكامنة راح تتحول إلى حرارة، الحرارة هاي نتيجة
تصادم أيونات الذرات، نتيجة تصادم أيونات الذرات أو مع الجزيئات بداخل هذا النسيج. هذا الكاباسيتيف، هذا الاندكتيف، هذا الاندكتيف. قطب واحد يصير ينحط على الجسم، نشوف الاندكتيف، هذا الاندكتيف، قطب واحد ينحط قريب من الجسم او هيك شكله، لعدة اشكال حسب المنطقة اللي نريد نعالجها. كويل ايضا ينحط على جسم الانسان، كويل يفتر دائر مدائر جسم الانسان. هو المهم حثي بالطريقة الحثية. دي كانت الطريقة السعوية، هاي الطريقة الحثية، اثنيناتهم طرق من طرق الايصال الشورت ويف لجسم الانسان. بالكاباستنس كابلينج ميثود، in both methods the body part to be heated becomes a part of resonant electrical circuit. يقول لك بالحالتين الجسم حيكون جزء من دائرة رنين كهربائية. دائرة الرنين الكهربائية، من يتذكر شنو الرنين؟ بس رنين بدون رنين كهربائي، من يتذكر الرنين؟ تجربة الرنين مرحلة خامسة اعتقد، رابع، الشوكة الرنانة، ماكو احد؟ نعم دكتور، الجهاز الرنين؟ لا 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 لا، الخريطة طبعا. الرنين يعني كمصطلح، موجات راديوية. احنا عندنا عندنا مال دورة الرنين هاي مال المتسعة والمحاف، صحيحة، اي اللي مربوطة ويا شو اسمه مال الراديو، صحيح، عندنا احنا اللي هي مصطلح. بين محاثين، بين محاثين وعن طريق الموجات المحاثية التيار راح يولد دورات او شو اسمه موجات يسمونها، هو مثل راح تولد موجه كهرومغناطيسيه تروح للمحث الثاني يولد هاي الموجات المغناطيسيه تتحول الى موجات كهربائيه ويروح للجسم الجهاز هذا الريسيفر، الريسيفر المرسل. صحيح صحيح كلامك. مرتضى، مو ذكر مرتضى اسمك؟ نعم دكتور، نعم مرتضى، صحيح كلامك، بس انا دا احكي على الرنين كمصطلح فيزيائي ماخذين تجربه اهتزازات، يعني الاهتزاز يصير ترددات عليه ويصير سرعة بالاهتزاز. الشوكة الرنانة ما ماخذيها تجربة الشوكة الرنانة؟ دكتورة هاي العمليات احنا ما ماخذها، بس انا شايفها حلقة في اليوتيوب، الشوكة بيها من طرفين اذا طق واحدة تهتز الثانية. عاشتيدك عاشتيدك مرتضى، هي هاي الرنين، الرنين هو حالة فيزيائية تصير لما عندنا جسيم او جسم يهتز بتردد معين، من يقترب من جسم ثاني الى نفس الخواص اثنيناتهم راح يهتزن بنفس التردد بدون ما نهز الطرف الثاني. فتجربه الشوكه الرنانه هي شوكه تقريبا هي شكلها صاير، يضربون الشوكه الاولى، الشوكه الاولى تهتز تطلع صوت انت تسمعه، تهتز مثل حرف يو شكلها. نعم مثل حرف يو شكلها، مثل حرف يو. من نقرب شوكه ثانيه بنفس المواصفات بنفس الشكل بنفس المواد بنفس التكوين، يعني متماثلات توأم، من نقرب الشوكة الثانية عليها، الشوكة الثانية راح تبدي تهتز بنفس اهتزاز الشوكة الأولى ويصير الصوت مضاعف نسمعه. هاي التجربة احنا نسويها بالفيزياء تقريبا خامس أو سادس ما أتذكر. هذا مصطلح الرنين. نفس الرنين هذا يصير عندنا بالراديو، من نحقق رنين ونحصل للموجة اللي دا يبثها البرج. نفس الرنين هذا دا يصير عندنا بالدايثيرمي. بالدايثيرمي جسم الإنسان دا يكون جزء من دائرة رنين. هاي الدائرة من تتطابق التردد اللي دا يصير بالجسم، الجسم له خواص مختلفة فتردد راح يهتز تردد مختلف، من يصير هذا التردد مساوي للتردد اللي دي يولد الجهاز، هذا الشيء راح يخلي لنا جسم الإنسان يحصل أكبر قدر من انتقال الطاقة إلى جسم الإنسان. فدي يقول لك جسم الإنسان حيكون جزء من دائرة رنين. دائرة الرنين a simple resonant circuit consists of capacitor and inductor. أبسط دائرة رنين هي محاذ ومتسعة.
Electrical energy from a power supply flows back and forth between the capacitor and the inductor, thus providing an alternating current, electric field or current field. الطاقة الكهربائية اللي تجينا من الباور سبلاي تروح باك اند فورث، لان هي طاقة متناوبة تجي وترجع تتناوب ما بين الكباستر والاندكتر، لهذا هي تولد لنا تيار متناوب او مجال متناوب. بالكاباسيتانس كابلينج ميثود اوف شورت ويف دايثيرمي، ذا تيشو تو بي هيتد از بليسد بتوين تو كاباستر بليتس. بحالة الكاباسيتانس كابلينج الجسم الإنسان يكون ما بين قطبين سعويين that have an oscillating electric field across them، بها تيار أو field مجال كهربائي متذبذب يروح ما بين المتسعتين. The changing electric field forces the changing electric field forces the ion، هذا التغير بالمجال الكهربائي ذهابا وإيابا لأن هي متناوب دا يصعد وينزل، راح يجبرنا الأيونات اللي بالنسيج تتحرك بنفس التناوب مالته. Those acquire kinetic energy، لهذا هاي الحركة راح تعطيها طاقة كامنة، جزء من عدها راح يتبدد لما يعني جزء من هاي الطاقة الكامنة راح يتبدد لما هاي الأيونات تصطدم بالجزيئات مال النسيج وتتحول الى حراره. فالشورت ويف بالكاباسيتنس تحرك لنا الايونات، بس المايكرويف كان يحرك لنا جزيئات المي. The heat produced when the energy is dissipated depends approximately on the square of the current times a constant determined by the tissue properties. الكميه الحراره اللي تصير بداخل هذا النسيج تعتمد على مربع التيار حاصل ضرب ثابت معين بكل نسيج، يعني مثلا الجلد إلى ثابت رقمه كذا ينضرب في مربع التيار اللي ديمر نعرف ايش قد راح تتولد حرارة. الدهون إلها ثابت رقمه كذا ينضرب في مربع التيار راح يطلع لنا كمية الحرارة. هذا شكل الكاباسيتنس. هذا حاليا عندنا الاندكتنس او الحثي، لكن شان سعوي هذا حثي. بالكاباسيتنس كان جسم الانسان ايوناته تتحرك وتتصادم فيصير لنا حراره. بالاندكتنس لا، بالاندكتنس راح يسوي لنا تيارات دوامه ايدي كارنت، والايدي كارنت من يتذكرها الايدي كارنت تيارات الدوامه. نعم دكتور، تيارات الدوامة الموجودات مرات بالأفران، موجودات بالأفران. شكرا. أنت صناعة مرتضى؟ لا أنا تطبيق علمي. تطبيق علمي بس معلوماتك لطيفة دكتور. هذا كل موجودات بالفيزياء مالتنا صحيح، بس مو الأخيرة تدري أغلبها منعسة من كانت بدرس الفيزياء، درس الفيزياء مزعج فما بالهم مو لا مو لا مو أنا دكتور داخل الدورة عند دكتور علوم فيزياء دكتور محمد على عذاب جامعة ميسان. ها. يدرس بيها فيشرح لنا كل تفاصيل هاي اللي تخص بيها كلها. صحيح. المادة صارت زلال عندنا، روح للدكتور أنا أشرح بدالة مو الأستاذ. إيه صح، لا حلو هالشيء. التطبيقات الفيزيائية جدا مهمة حتى نفهم الأثر الفيزيائي اللي دنا نقرأه أو الحالة الفيزيائية اللي دنا نقرأها. فالتيارات الدوامة هي تيارات تفتر دائر مدائر نفسها تنتج بسبب فيض مغناطيسي، بسبب مجال مغناطيسي. احنا نعرف انه التيار من يمر بملف شو يولد؟ يولد حرارة. قبل الحرارة جهد موجات. التيار من يمر بملف موجات شو يولد؟ دكتور غير يولد مقاومة. دكتور مجال مغناطيسي. من قال مجال مغناطيسي؟ دكتوراني مجال مغناطيسي 125 بريد بعد ما ادري منو قال 126 126 شو اسمه؟ مجتبى 135 مجتبى ايوب ومجتبى عنيز يمكن ومحمد جاسم محمد جاسم
محمد جاسم، محمد جاسم محمد. التيار الكهربائي اللي يمر بملف يولد مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي اللي يمر بملف شو يولد؟ تيار كهربائي. تيار كهربائي. تيار كهربائي. العلاقة بيناتهم عكسية، إذا تمرر تيار يتولد مجال، إذا تمرر مجال يتولد تيار، وهاي الطريقة اللي إحنا دنولد بها كهرباء، دنمرر مجال مغناطيسي بداخل ملف ودنولد كهرباء. دكتور أمتين نقدر نحدد اتجاه التيار عن طريق قاعدة الكيف اليمنى. صحيح. الأصابع نخليها باتجاه الملف والأصبع الإبهامي. صحيح. فالقصد نرجع، التيارات الدوامة تنتج بالمحولات أكثر شيء، وهي واحدة من مساوئ المحولات الكهربائية ومشاكلها. التيارات الدوامة تنتج من يمر عندنا فيض مغناطيسي بالملف بداخل قلب حديد، القلب الحديد راح تتولد به تيارات دوامة تفتر دائما دائما نفسها. هاي التيارات الدوامة ما لها أي فائدة بالمحولة غير بس أنه تخلينا القلب مال المحولة يحمى ويحترق. بس احنا سوينا بالدائرة الثيرمي، استفادينا من عندها، خلينا جسم الإنسان نفر دائرة دائرة ملف يتولد مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي راح يولد لنا تيارات دوامة بداخل جسم الإنسان، والتيارات الدوامة تولد لنا حرارة. فهنا احنا ولدنا حرارة بداخل جسم الإنسان، هاي الحرارة استفادينا من عندها. هنا نجي نحكي An inductive diathermy, the portion of the body to be heated is placed within or near the inductor. الجسم أما نخليه بداخل أو بالقرب من محث. شفنا هسه هذا بداخل محث، شفنا احنا صورة ثانية كان بالقرب من المحث، شفتوا انتو هيك فد جهاز مقربي على ظهر شخص، هذا كان اندكتف تقريبا 30 ميجا هرتز. Current in the coil produces an alternating magnetic field. من يمر تيار بهذا المحث راح يولد لنا مجال مغناطيسي متناوب. In the tissue. هذا المجال المغناطيسي المتناوب يولد لنا eddy current، تيارات دوامة. الحرارة اللي تفقد من خلال الـ eddy current تخرج لنا على شكل حرارة بداخل النسيج. هاي كانت الاندكتنس والكاباستنس. هنا application of short wave diathermy. applications تطبيقات الشورت ويف diathermy. الدايثيرمي لها ثلاث تطبيقات اساسيه. اولا بالحراره القليله احنا نستفاد من عندها بالفيزيكال ثيرابي اللي هي هسه نقراها شورت ويف. بالحراره العاليه نستفاد من عدم قتل الخلايا السرطانية اللي هو الراديشن ثيرابي. نركز موجات شورت ويف أو مايكرويف على جزء معين بخلايا سرطانية، نسخن هاي الخلايا لحد ما تموت. بالتركيز العالي، لا حرارة عالية ولا حرارة قليلة، بتركيز التيار العالي نستخدم الشورت ويف بال جراحة، بالعمليات الجراحية، بجهاز راح ناخذه بالمحاضرة الجاية إن شاء الله، جهاز اسمه الإلكتروسيرجيكال يونت. جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت هو تطبيق من تطبيقات الدايثيرمي أو الشورت ويف دايثيرمي. فهنا أنا دي أقول لك التطبيقات، اختصرت لك إياها بثلاث تطبيقات أساسية. إحنا أنا دي أقول إن هي تعالج المفاصل والجروح وال التهابات وإلى آخره. however برغم من هذا بيها limitations. limitation مالتها إنه لما نستعمل short wave diathermy على العضلات محاطة بنسيج دهني، نسبة كبيرة من الحرارة راح نفقدها بالدهون. شفنا إحنا بالصورة السابقة اللي قعدنا نرسم عليها شلون انه الحرارة تصير مو بس بالعضلات، الحرارة اغلبها تصير بالدهون بالفات، وجزء من عدها يصير بالعضلات مثل هاي الصورة. خلنا نرجع عليها، هاي واحدة من مساوئ الشورت ويف. يعني هاي
هاي الصورة نرجع لها، انه مثلا بالكاباسيتنس نسبة كلش كبيرة من الحرارة تصير بالدهون. احنا ما رايدين نسخن الدهون، احنا رايدين نسخن العضلة، فنسبة كبيرة تروح بالدهون. الاندكتيف لا، نسبة كبيرة تروح بالعضلات، وايضا تسخن لنا الدهون الى اخره. فهاي يقول لك واحدة من الليميتيشنات مال الشورت ويف. خاصة للإنسان مثلا السمين عنده دهون مثلي، راح تضيع أغلب الحرارة بالدهون والعضلة ما راح تستفاد شيء. يقول لك برغم من أنه الشورت ويف هي أفضل بكثير باختراق الحرارة للنسيج من الواكس باث والآي آر، لأنه هي بعيدة عن أن تكون مثالية بسبب كمية الحرارة اللي نفقدها بالفاتي لاير. لهذا السبب المايكرويف دايثيرمي تم اختراعها. المايكرويف دايثيرمي تحل لنا واحدة من مشاكل الشورت ويف، وانه المايكرويف الحرارة بالعضلة اكبر من الحرارة اللي بالدهون. هي طبعا اكو حرارة بالدهون بس الحرارة بالعضلة اكثر. هنا انواع الالكترودات شفناها احنا بالصور، اكو الكترود على شكل باد، اكو الكترود على شكل كاف يربط، اكو الكترود كيبل يلف، اكو الكترود على شكل كعكه تنحط فوق الجلد الى اخره. هاي اشكال الالكترودات، كل وحده وتطبيقها. نجي على المايكرويف دايثيرم اللي هي ثاني طريقه من طرق توليد الحراره داخل جسم الانسان. المايكرويف دايثيرمي، المايكرويف هو اصلا هو شكل من اشكال الالكترومغناطيك انرجي او الالكترومغناطيك راديشن، يوجوالي ايزير تو ابلاي ذان شورت ويف دايثيرمي، بالعاده هو اسهل بالتطبيق من الدايثيرمي. احنا كلنا نعرف وي ار اول اوير اوف ذا تيشو هيتنج ابيليتي اوف مايكرويف هوم اوفن. احنا كلنا نعرف شلون المايكرويف هوم اوفن قادر على تسخين الاكل والحرق وغيرها. Microwave diathermy developed out of radar search in 1940. الميكرويف قلنا انه اكتشفوها من كندا يشتغلون على الرادارات. The microwaves are produced in a special tube called magnetron and are then emitted from the antenna اللي هو الابليكيتر. خلينا نشوف شكل الماغنترون قبل لا نكمل. ماغنترون هذا شكل الماغنترون، بس خليه يطلع لكم. هذا شكل الماغنترون. هذا الماغنترون هو اللي يولد لنا، نفسه موجود طبعا بالمايكرويف المنزلي. هنا تتولد الترددات، وهذا يسموه الانتنة. هذا يسموه الانتنة، من هنا تخرج المايكرويف، من هنا تخرج المايكرويف. ف الماغنترون وطريقة عمله اللي يحب يبحث عنها، بس خليه يكتب ماغنترون وشون يشتغل. هاي الأنتنة اللي حتخرج لنا الموجات. فإحنا بمجرد أن نوجه الأنتنة على جسم الإنسان راح توصل الموجات المايكرويف. فهو أسهل بالتطبيق، أسهل من أنه إحنا كنا نريد نولد تيارات دوامة فلازم نحط الملف دائرة مدائرة، أو نحط جزء من دائرة رنين وإلى آخره. هذا ما يحتاج لا دائرة رنين ولا تيارات دوامة ولا أي شيء ثاني. الماغنترون يولد الموجات الكهرومغناطيسيه، والانتنه يبث الموجات الكهرومغناطيسيه على جسم الانسان، وانتهى الموضوع. اللي مفسخين مايكرويف راح يشوفون هذا الماغنترون موجود بداخله. احد مفسخ مايكرويف؟ ما حد بكم مصلح جهاز بالبيت؟
الظاهر دكتور انا مصلح ماطور مال المي. جيد ماطور المي شنو كان بيه دكتور؟ ما يوصل كهرباء بين الاجزاء مالته الولف. اي سويته بدلت له. ايش بدلت؟ ولف جبت له وركبت له. وشلون صاير هذا الولف؟ هو ولف دكتور بالماطور على مود يوصل كهرباء من الواير نقطه للواير، وصل من الماطور للواير. شنو اسمك؟ محمد علي عبد السادة. محمد علي اسمه ولف يعني او ولف؟ ايه متاكد؟ لفات نعم دكتور. هو يعني مو اسمه ملف استاذ فحمان دكتور. هم هنا سموه هيجي مو كل حسب يعني هي اكو يسموها يعني هي معروفه انه الفحمات هي اللي توصل الكهرباء من الوايرات. نعم للارميه ترى وللكويل. نعم دكتور بس احنا هنا سووها سموها لفات. ها ما اعرف بعد، بس هي يعني المشكله هي اصلا مصنوعه من ماده مثل الفحم. نعم دكتور بالضبط لونها اسود، يسموها بعض الاحيان فحمات. شكرا ان شاء الله تكون مهندس صيانه جيد ان شاء الله. انا احب اللي يشتغلون بيديهم. نرجع، فهسه عرفنا انه الماغنترون شنو هو وشلون دا يتخرج من الانتنة. The antenna is usually designed so that it can be placed several inches from the region to be treated. الانتنة تنصنع على شكل معين حتى تنحط على بعد سنتيمترات من جسم الانسان. The microwaves from the antenna penetrate deep. الميكرويف اللي تخرج من ال إشارات الميكرويف penetrate deep into the tissue causing a temperature rise and deep heating. طيب اكو خاصية بالموجات، كل ما يزداد ترددها يقل اختراقها لو يزداد اختراقها. من يعرف هاي الخاصية؟ تونا حكينا عليها طبعا وذكرنا لها مثال، بس نشوف منو مركز. شو السؤال عيد سادك؟ الخاصية من خواص الميكرويف خاصية من خواص الالكترومغنتيك ويف، كل ما يزداد ترددها يقل اختراقها لو يزداد اختراقها. يقل دكتور كل ما تقل كل ما يزداد الاختراق، كل ما تزداد كل ما يقل. يعني قلت ان 2.4 ميجا هي توصل مسافة ابعد، بس 5 ميجا توصل مسافة قريبة. صحيح استاذ، وفق القانون مال الفيزياء مال الموجه هو كل ما زاد طول قلت التردد، عمليه عكسيه وهي طول الموجه. نعم عمليه عكسيه وهي طول، صحيح. نفس ما ذكروا الشباب انه احنا الموجات الكهرومغناطيسيه كل ما يزداد ترددها كل ما يقل اختراقها، وبالتالي احنا عندنا الضوء. الضوء اشهر مثال، تردده جدا عالي، تردده طبعا اعلى من المايكرويف، اعلى من الشورت ويف، اعلى من اي شيء. تردده جدا عالي فاختراقه جدا بسيط، ما يقدر مثلا يخترق لك خشبه، ما يقدر يخترق لك الى اخره. ف المايكرويف اختراقها اقل من الشورت ويف شويه، ذاكرين بالمنظمه شغله خطا، بس المايكرويف بما انه هو يحرك فقط جزيئات المي، جزيئات المي موجوده بالعضلات اكثر من الدهون، فالعضلات راح تتأثر بالمايكرويف أكثر من تأثر الدهون بالمايكرويف. فبالحقيقة هو مو penetrate deep، هو لا تأثيره على العضلات أكثر من تأثيره على الدهون. وضحت هاي المعلومة؟ المايكرويف يستعمل بالكسور أو بالالتهابات أو الأربطة أو المفاصل، أكثر من مرة ذكرت. التردد اللي يستعمل بالمايكرويف هو 2.45 جيجا هرتز أو 2450 ميجا هرتز. هذا التردد كان متاح بعد الحرب العالمية الثانية. بعدها اكتشفوا أنه الترددات بال 900 ميجا أفضل بالعلاج، بس بعد شو نسوي؟ ثبت الموضوع على 2.4 يسبب لنا more uniform heating around the region، يسبب لنا توليد حرارة مجانس أفضل على المنطقة. ال 900 ميجا، ال 2.4
قلنا هي من ضمن الـ ISM band اللي هو الترددات الحرة المتاح استعمالها بالصناعة والطب والعلوم. الـ 900 ميجا ما أعتقد متاح، فلهذا مو بكيفنا نغير تردد المايكرويف. تردد المايكرويف ثبت بعد على 2.4. Like light waves مثل الموجات الضوئية، المايكرويف نقدر ننقلها، نعكسها، نكسرها أو تمتص من خلال جسم معين مثل الضوء. الضوء ينكسر ينعكس، يتم امتصاصه من خلال جسم معين ويتم نقله. Several of the standard antenna arrangements for microwave diathermy make use of the reflection property. أكو هواية من الأنتنات مال المايكرويف تستعمل خاصية الرفليكشن حتى نوجه الإشعاع على النسيج. For 2.4 gigahertz radiation, the energy reflected from the skin may be over 50%. تقريبا بهذا التردد 50% من الإشعاع اللي نحطه على جسم الإنسان ينعكس. Good impedance match between the antenna and the tissue increases the amount. لازم نقلل من المقاومة أو الممانعة ما بين الأنتنة والنسيج حتى نزيد من الطاقة اللي إذا تنقله. The transmitted radiation is absorbed by the body and produce heat. إلى آخره، الطاقة الحرارية اللي دا تمتص من خلال الجسم دا تولد لنا حرارة، وهاي المعادلة مو مهمة، يعني إنه هالمعادلة تحكي لنا عن radiation intensity، عمق النسيج، جيدة تصير عندنا حرارة وإلى آخره. مش وقت تخلص على المنزل. ماذا شيء؟ Experiments have shown that the absorption is related to the amount of water. إن التجارب بينت إن كمية امتصاص الطاقة اللي صادرة من المايكرويف بالجسم تعتمد على كمية المياه بالنسيج. And that the heat producing interactions occurs between the electric field in the microwave radiation and the electric dipole moment of the water molecules in the body. لهذا هو التأثير اللي دي يصير شنو؟ انه التأثير المجال الكهربائي اللي جاي من المايكرويف دي يأثر لنا على القطب الكهربائي مال جزيئات المي، وجزيئات المي دي تهتز وتولد لنا حرارة. هاي الحرارة طبعا تعتمد على شقد التردد، شقد الطاقة إلى آخره. أفضل امتصاص يصير عندنا بالترددات هو بالعشرين جيجا هرتز، وأقل بالألف ومئتين ميجا هرتز، وأسوأ بالألف جيجا هرتز. The high frequency is also used to control hemorrhages during surgery. هاي مطلوبة. خلنا نرجع على صورة مهمة كنا نكمل عليها شرح. شرحنا مدى اختراق الشورت ويف، شرحنا مدى اختراق الكاباسيتنس والاندكتنس. هنا عندنا هسه المايكرويف، شرحنا شنو هو جهاز المايكرويف، قلنا هو قطب واحد. فهذا قطب المايكرويف، هذا قطب المايكرويف. هنا قلنا هاي دهون، هاي عضلات. هنا مثل ما نشوف الدهون دي يصير بها توليد حرارة بس أقل من العضلات. ليش؟ العضلات فيها نسبة مياه أكبر، فده يصير امتصاص الإشعاع بالجزء اللي بيه مي أكثر، فده تتولد حرارة أكثر، ما يوصل للعظام، ما يخترق من الجهة الثانية وما يأثر على الجهة الثانية لأنه تردد عالي. اللي جوه هو الألترا ساوند، هذا هو الألترا ساوند. الألترا ساوند قلنا هي موجة ميكانيكية، هاي الموجة تأثر على العضلات أكثر من تأثيرها على الدهون. الألتراساوند كان المفروض ناخذه بهاي المحاضرة لأنه هو من أجهزة الدايثيرمي، بس ما ضايفي للأجهزة. هذا هو أجهزة الدايثيرمي، تأثيراتها وطريقة توليد حرارتها بداخل جسم الإنسان. إذا نسوي ريكاب سريع نشوف أنه نشوف جهاز الشورت ويف بسرعة، شورت ويف دايثيرمي.
جهاز الشورت ويف داير ثيرمي، هذا الجهاز هذا المولد يولد لنا تيار كهربائي بتردد تقريبا 30 ميجا هرتز بنوعين من طريقه توصيل التردد للجسم الانسان، اما عن طريق الكاباسيتنس او عن طريق الاندكتنس او عن طريق الاندكتنس اللي هي كويل او هيك يصير شكله، امينا كويل هذا بالداخل او كويل ينلف على جسم الانسان. هاي طريقتين. الطريقه الاولى الكاباسيتنس تخلي ان الايونات تتحرك، تكون جزء من دائره ترانين تتحرك الايونات وتسبب لنا حراره. بالطريقه الثانيه اللي هي الاندكتيف نولد تيارات دوامه، فيض مغناطيسي يولد تيارات دوامه بداخل جسم الانسان. هاي التيارات راح تخلي لنا تبدد لنا على شكل حراره. الجهاز الثاني اللي اخذناه جهاز المايكرويف دايثيرمي، جهاز يشبه جهاز الشورت ويف بس يستخدم لنا ترددات اعلى وما نحتاج ب نكون جزء من دائره، مجرد الانتنة يوصل لنا الاشاره او عفوا الترددات الى جسم الانسان. الجهاز قلنا احنا تطبيقات الدايثيرمي هي بالحراره القليله بالفيزيكال ثيرابي، بالحراره العاليه القضاء على السرطانات، بالتركيز العالي نستعمله بالعمليات الجراحيه اللي هو جهاز الكترو سيرجيكال يونت. جهاز الالكترو سيرجيكال يونت اللي راح ناخذه هو اهم جهاز من اجهزه الدايثيرمي، يستعملوه بعمليات القطع والتخثير داخل العمليات الجراحية. أكو بس ملاحظة مهمة يجوز أخذتوها بالعملي أو ما أخذتوها ما أعرف، جهاز الشورت ويف حجمه كلش كبير لسبب أنه إحنا لحد الآن نستخدم بالفاكيوم تيوب. من يعرف شنو هي الفاكيوم تيوب؟ من يعرف الفر هذا الانبوب المفرغ؟ ايه هو شنو هذا مرتضى؟ انبوب مفرغ مثل يعني شيء ما به هواء. ايه صح هو تيوب اللي هو المصطلح العام ماله، التيوب اللي هو انبوب والباسكتي هي مفرغ، انبوب مفرغ. زين وين كان استخدامه؟ وين تتذكر استخداماته؟ قبل كانوا يستخدمونه كشون توليد كهرباء او هالشيء بيا جهاز. صراحه ما اتذكر، صار لي سنتين من شايف هذا المقطع انا. الفاكيوم تيوب او الانابيب المفرغه هي اختراع ما قبل الترانسسترات. الاختراع ما قبل الترانسسترات، سابقا اهلنا يسموها اللمبه. اذا سامعين بي تلفزيون ابو اللمبات، راديو ابو اللمبات. ما سامعين بهذا المصطلح؟ التلفزيون ابو اللمبه، التلفزيون هذا اللي شو اسمه شلون الشاشه اللي ضعيفه كلش تصير على شلون البنات تصعد شوي شوي. لا التلفزيون ابو اللمبات او الراديو ابو اللمبات هو تلفزيون او راديو جدا قديم قبل اختراع الترانسسترات، كان يستعمل انابيب مفرغه. هاي الانابيب المفرغه تعمل عمل الترانسستر. شو نسوي احنا بالترانسسترات اليوم؟ كنا نقدر نسويها باللمبات، بس اللمبات كان حجمها كبير، استهلاكها للطاقه جدا عالي، تولد حرارة، مشاكلها هواي. استعاضينا عنها بالترانسسترات. اللمبات خلي نشوفكم شكلها مدام احنا بعدنا نسوي هنا برزنتيشن. فاكيوم تيوب هذا شكل الانابيب المفرغة او هذا شكل الصمامات او اللمبات او الى اخره. يجوز بيكم اللي شايفها اللي مطلع على جهاز قديم يجوز بيكم ما حد شايفها، تعمل عمل الترانسسترات تقريبا هذا الشكل. لما تشتغل بها ضوء معين اللمبات ذني لحد الان نستخدمهن بالشورت ويف. مع العلم هي قديمه دكتور. هاي مو يستخدمونها بالبعض اجهزه صوتيه؟ اي اجهزه متطوره يا اجهزه صوتيه من عندهن مرتضى ال جماعه الصوتيه بس بقتني
اي ادري هم، انا اشتغلت فتره اشتغل بالهندسه الصوتيه، هاي يستخدمون استاذ بالله على مود يوضحون الموجه، يوضحون يخلونها صافيه كلش، هي دقه للصوت بنقاوه كلش عاليه موجوده، بس سعرها تقريبا 5000 دولار هي السعر. هذا اكو نفسيته مكون من 6 بنات نفس هذا، نعم نفس هذا الشكل مرتضى. ذن استخدامهن بالامبليفايرات، مهمه الامبليفاير تضخيم الصوت. الفكره وين؟ انه الترانزستورات العاديه ما تتحمل طاقه عاليه، ما تتحمل حراره عاليه. جهاز الشورت ويف دايا ثيرمي يوصل لنا تقريبا 200 الى 400 واط من الطاقه الى جسم الانسان. هاي ال 400 واط ماكو ترانزستور يقدر يتحملها ببساطه، الترانزستورات تحترق بهيج طاقه. فاحنا نقدر نشوف اكو امبليفايرات بالصوتيات، خلينا نجي بالصوتيات، الامبليفايرات الصغيره تقدر تضخم لك الى حد معين، تقدر تتحمل سماعات الى حد معين بس حجمها صغير، تستخدم ترانزستور ما تستخدم لمبه. من نريد نضخم فد شيء اعلى، من نريد نحط فد مكبرات اعلى ونحتاج تضخيم اكبر، راح نحتاج اما نستعمل اللمبات ارخص او نستعمل ترانزستورات طاقه، ترانزستورات طاقه عاليه، باور ترانزستور. ترانزستورات الطاقه العاليه جدا مكلفه، جدا دقيقه ونحسه، لازم تكون لها اجهزه حمايه قبل الترانزستور حتى تحمل الترانزستور. فمثلا الجهاز اللي دي يحكي عليه مرتضى، جهاز الصوتيات اللي هو يوصل سعره 5000 دولار باللمبه، لو اردنا نحقق نفس هاي الطاقه اللي يخرجها بس بترانزستورات عاليه راح يكون السعر اغلى مضاعف. طبعا اكو هواي جماعه الصوتيات يقولون صوتها انقى او هيك شيء، شيء يعني نسبي مو مثبت. فالشورت ويف دايا ثيرمي دا نستخدم بيه اللمبات لحد الان، حتى اللي عندنا بالمختبر بيه لمبه، دا نستخدم بيه اللمبات لحد الان لان طاقة عالية، الترانزستور بالطاقة العالية يكون سعره هواي أغلى، يحتاج حماية أكثر، مشاكل أكثر. اللمبة صح بيها مشاكل بس اللمبة سعرها أقل لحد الآن من الترانزستور الطاقة العالية، شغالة لفترة عمر أطول، ما تحتاج أي منظومة حماية، فراح يكون عندنا الجهاز أقل صيانة، أقل تكلفة بالصيانة. الأجهزة الحديثة قاموا يغيرون اللمبات، يستعملون الباور ترانزستور أو الترانزستورات الطاقة العالية. ترانزستورات الطاقة العالية بدأ شوية سعرها ينخفض، فده نقدر نستخدمها خلال هاي الفترة. شغلة ثانية، ليش ما نستعمل الترانزستور نستعمل لمبة؟ الترانزستور جدا دقيق وما بي مجال سماحية، اللمبه بها مجال كلش كبير بالسماحيه. هذا شيء يفيدنا، يفيدنا انه جسم الانسان من انسان لانسان يختلف، فالتردد مو نفسه راح نستخدمه، تردد عن تردد اللي نستخدمه مثلا الجسم يختلف عن التردد اللي نستخدمه للجسم الثاني. هاي السماحيه تفيدنا باللمبات وما تفيدنا بالترانزستورات، فلهذا حجم الجهاز الحالي كبير نسبيا. أما إذا نجي على الكيتروسيرجيكال يونت اللي هو قلنا هو نفسه هو دايا ثيرمي، اللي الكيتروسيرجيكال يونت ما يبطي طاقة عالية، طاقة مالته 50 واط 100 واط لفترات قصيرة. بهالطاقة هاي البسيطة الترانزستور يقدر يتحمل، ما يحترق وما نحتاج تكلفة عالية بالتصنيع. هذا هو السبب الوحيد اللي لحد الآن أجهزة الدايا ثيرمي بعدها على اللمبات والنظام القديم. أكو أجهزة حديثة تستخدم ترانزستورات؟ أكو، بس الغالبا أجهزة اللمبات. هاي الملاحظة ما أعرف يعني إذا خدتوها بالعملي أو نسيت، أنتوا أصلا ما داخلين عملي، بس الفكرة من عندها حتى تعرفون الأجهزة من تشوفوها قدامكم. لهنا أنا ما عندنا شيء أعتقد. بعد أكو أحد عنده سؤال أو استفسار أو ما فاهم شيء من المحاضرة؟ إذا ما فاهم المحاضرة كلها خلي يعيد الفيديو من البداية، بس إذا ما فاهم جزئية نقدر نشرحها قبل أن ننهي التسجيل.
طلاب طلاب ننهي المحاضرة، اكو احد عنده سؤال؟ لا دكتور واضح. جيد، اذا ما اكو احد عنده سؤال او استفسار خلينا نوقف التسجيل.